نداء المواطني إقليم ميدلت، ساكنة إقليم ميدلت، باش تحافظوا على سلامتكم وصحتكم وسلامة الأسر ديالكم من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد. المصالح ديال عملات إقليم ميدلت كتدعيكم باش تتابعوا الإرشادات التالية. خاصكم تجنبوا التجمع في الساحات العمومية وفي الأسواق، كيخصكم تبقوا في ديوركم، خاصة الناس الكبار اللي كيعانيوا من مشاكل صحية، خاصة الأمراض المزمنة، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، يعني الحالة اللي ولا بد منها. خاصكم تجنبوا التنقلات داخل الإقليم أو خارجه إلا في حالة الضرورة القصوى. وإلا اقتضى الحال وركبتوا في الطاكسيات، ما تفوتوش ثلاثة ديال البلايص في الطاكسي. وإلا ركبتوا في الكار، احترموا مسافة الأمان 2 متر بينكم وبين أقرب راكب ليكم. شدوا ولادكم في الدار وعاونوهم يستغلوا وقتهم في الدراسة والمطالعة، لأنهم ماشي في عطلة. فيروس كورونا فيروس خطير كيهدد حياة الجميع، لكن بإمكاننا نتجنبوه إلا حنا درنا الإحتياطات واتبعنا النصائح ديال السلطات. بحالاش؟ نتبعوا قواعد النظافة ونغسلوا يدينا بشكل منتظم بالصابون، ما نتسلموش باليد، ما نتعنقوش، نغطيو الفم والأنف ديالنا بالمرفق ديالنا أو بمنديل، ورقي كل ما جاتك العطسة أو الكحة ولوحوه سلد النفايات. حنا كنعتمدوا على تفهمكم المعهود وانخراطكم في هذه العملية هذه باش نتجنبوا لا قدر الله الانتشار ديال هذا الفيروس. هذا نداء من عمالة إقليم ميدلت، ما تستهنوش به، نسمعوا الكلام ونديروا به. سلامتكم وصحتكم كتهمكم وكتهمنا، نشدوا رجلينا ونجلسوا في ديورنا باش ننتصروا مجموعين على فيروس كورونا، ونبينوا على الوعي ديالنا وتمغربيت والتضامن ديالنا، ونرجعوا لحياتنا الطبيعية بلا ما ينقص حد فينا. إمزاغ الميدلت برا تحفظ مخف الصحة النون، السلامة النون، السلامة لحباب النون، زيال خطر نغنشان فيروس كورونا. المصالح العمل الميدلت لزيون تتر السابعة من نصايح ندى ونتيني. إخصاو نتبع ذم يجمع عنك الساحة العمومية دراسواق قيمة تدروين النون، خاصة ميدني خاثرنا يغشى سبع ذم وفوق برا غاس مشي لغورون شال حشن الضرورة بعد ثيل أصفار ججل لقليم دبرا لقليم ونينين تاكسي ورزرين مشارة ذن ميدن يلكار وأتزرين من المسافان 2 مترو إن يرون دون نينين ثمنون أمزات الوشون النون يتدروين النون عونتنا دغرين لحقاش ريد العطلة يايا الفيروس الكورونا يشقى يقصح ذا ذخ يخلو كل مشور نيس النصائح ذا الاحتياطات من السلطات الإقليم ميدلت لختيني أنسفلد النصائح نسردي فسن النخصابون شيان لمرات سلام النون صحة النون تهماكن تهمايا خوذنكني نعول غيفون ذا خثعونم برا نقضوخ في الفيروس الكورونا قيمة ثيثة الدروين النون ورتم سلام مخفل أحباب النون برا كل نفسك.